بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم شافعا لنا يوم العرض الأكبر عليه، وقائدا لنا إلى رضوانه وجناته جنات النعيم. فإن ربي هو الجواد الكريم، وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم الأفاضل، مع آيات القرآن الكريم كتاب رب الأرباب جل جلاله، خاتمة الكتب السماوية، المنزل على خاتم الرسل صلوات ربي وسلامه عليه، الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم في مهبط الوحي مكة شرفها الله، حيث البيت الأول، البيت العتيق، بيت ربنا جل جلاله الأول في هذه الأرض. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيتجدد بكم اللقاء من جوار الكعبة الشريفة ومن أروقة المسجد الحرام، لنتدارس آيات القرآن الكريم مع سورة آل عمران والآيات المباركات التي تتحدث عن الاصطفاء والاختيار الذي هو حق الله عز وجل، الخلاق العليم الحكيم اللطيف الخبير. والله عز وجل هو الذي خلق، والله عز وجل هو العليم بما خلق، والله عز وجل هو الحكيم في تدبير أمر ما خلق. فهو جل جلاله صاحب الحق الأوحد في أن يصطفي من خلقه ما يشاء ويختار، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. والآيات التي وقوفنا معها وقفنا معها من خلال لقاءين وما زال الحديث، والتي تتحدث عن اصطفاء لله جل جلاله، اصطفاء البشر. فكما أن الله جل جلاله وتبين لنا خلق سبع سماوات واصطفى السماء السابعة واختارها، وكما أن الله عز وجل خلق الملائكة واصطفى جبرائيل ليكون أمينا للوحي، وكما أن الله سبحانه وتعالى خلق الأيام والشهور واصطفى من بين الشهور شهر رمضان، واصطفى من الليالي ليلة القدر، واصطفى أيضا يوم عرفة ويوم الحج الأكبر. فهذا فعله سبحانه وتعالى في الاصطفاء والاختيار، فهو مبني على الحقانية والحق، لأن الذي اصطفى هو الذي خلق، ولأن الذي اصطفى هو العليم بما خلق جل جلاله. فما بين أيدينا تلك الآيات المباركات التي ابتدأت بقول ربنا عز وجل: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني
إنك أنت السميع العليم. كان وقوفنا في درسنا الماضي عند قول امرأة عمران: فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. وفقط هنا أحتاج أن أذكر بأهم القضايا الرئيسة التي أشير إليها في الآيات السابقة والكلمات السابقة، والتي كما تذاكرنا أن قضية التأريخ والذاكرة التأريخية لهذا الإنسان على ظهر الأرض وامتداد الإنسان، فأما من حيث النسب فدلت آيات القرآن الكريم على أن الناس يلتقون في أب واحد وفي أم واحدة، فالأب الواحد هو آدم والأم الواحدة هي حواء. وأيضا دلت آيات القرآن أن الناس من حيث النسب ينتسبون إلى أب ثاني بعد آدم عليه السلام، وهو نوح، حيث أن آدم كانت له ذرية تناسلوا وتكاثروا، وخصمهم وعدوهم إبليس يتربص بهم فتمكن من إغوائهم بعد 10 قرون من نزول آدم على ظهر الأرض، فانحرف بفئة من بني آدم. فهنا وقع الأمر الطارئ، وقع الشرك بعد أن كان الأصل التوحيد، ووقع الافتراق بعد أن كان الأصل الاجتماع، ووقع قبول التلقي ومصدر التلقي، قبل هذا الإنسان أن يتلقى من غير وحي السماء. فوقعت هذه الأمور الطارئة، فكان من العليم الحكيم الرحيم أن بعث الأنبياء والرسل، والمقصود هو معالجة الطارئ الذي طرأ على بعض بني آدم وإرجاعهم إلى الأمر الأصلي، فالذين فارقوا الجماعة يرجعوا إليها، والذين فارقوا التوحيد يعودوا إلى التوحيد والإيمان، والذين قبلوا أن يتلقوا من غير وحي السماء يعودوا إلى وحي السماء. وظلت هذه هي رسالة كل نبي: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فإذا الناس من حيث النسب ينتمون إلى آدم، ثم تتابع هذا المكر من إبليس تلك الفئة التي فارقت الأمة الواحدة والإيمان الصادق والتلقي من الوحي، فاتسع ذلك الخرق حتى شمل الراقع كله، فبعث الله عز وجل نوح وظل يبذل جهده ويدعو قومه ليلا ونهارا وسرا وجهارا طوال 1000 عام، إلا 50 سنة وهو يدعوهم، وما آمن معه إلا قليل، وهو إعلام بما تجذر في نفوس هذا الإنسان وتعمق من ذلك الانحراف الذي كان الأصل فيه طارئ، ولكن مع تعاقب الليل والنهار ومكر شياطين الإنس والجن وصل الحال إلى تلك الحال عظيمة الانحراف عن الأصل في زمن نوح عليه السلام. فلذلك كان التطهير عظيما، فالله عز وجل أباد أولئك القوم وقطع دابرهم
ولم يبقى لهم نسل، وجعل الله عز وجل بعد ذلك نسل بني آدم في ذاك النبي العظيم، أول أولي العزم من الرسل من حيث ترتيب الوجود، فكان أولهم وجودا نوح عليه السلام، فأكرمه الله بعد جهده وجهاده وبذله وعطائه وصبره ومصابرته وتحمله وأخذه كل وسيلة ناصحا لقومه حريصا على هدايتهم، فلما لم يقبلوا الله عز وجل نصره واستجاب دعوته فقطع دابر القوم الكافرين وأبقى نسل بني آدم في هذا النبي الكريم. ثم تتابعت الأعوام من بعد نوح، وإبليس هو إبليس في مكره وكيده وفي تربصه وإغوائه وإغرائه وفي أزه في نفثه ووسوسته وكيده ومكره وجلبه على هذا الإنسان من كل طريق، وهذا الإنسان لا يعتبر ويقبل وسوسة إبليس وأزه ومكره وكيده، فيدب مرة أخرى خط الانحراف عن خط الإيمان والتلقي من وحي السماء، فيقع الانحراف ويعم أيضا ذاك الانحراف هذه الأرض ويشمل الناس، فيبعث الله عز وجل رجلا عظيما فارقا في تاريخ الإنسان، سيرته ذات شأن عظيم لنا ارتباط بها، ارتباط يختلف عن الارتباط بجل الأنبياء قبل رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، إنه الخليل إبراهيم عليه السلام الذي أكثر الله عز وجل من ذكره في القرآن ووصفه بأحسن الأوصاف، حتى أن من قرأ القرآن كما يشير الإمام ابن القيم رحمة الله عليه يقول إن من تدبر القرآن أدرك أن الله عز وجل يريد أن يشهر إبراهيم في العالمين، خليل رب العالمين الذي جعله الله للناس إماما وجعل إمامته باقية إلى يوم القيامة، فهو إمام الملة الحنيفية السمحة التي أمر كل الأنبياء من بعده أن يتبعوها، وأمرت الأمم التي بعث فيها الأنبياء من بعده أن يتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إبراهيم كما أن نوح عليه السلام كان الأب الثاني، فإبراهيم عليه السلام كان الأب الثالث للناس، فكل نبي من بعده فهو من ذريته عليه الصلاة والسلام ومن ولده صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، حتى كان خاتمة الرسل والأنبياء سيد الأولين والآخرين رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم فهو من ذرية إبراهيم عليه السلام. فإذن هذه الذاكرة التاريخية التي تعرض في كتاب الله من خلال القصص القرآني الذي أخذ 8 أجزاء، إنها تجعل هذا الإنسان كما قلنا، لأن هذه أمور حقيقة عظيمة ولا ينقطع أبدا الحاجة إليها، بل الضرورة تستدعي أن الإنسان يتذكرها دائما. وهل يذكر الله عز وجل في كتابه الخاتم إلا ما يحتاج الناس إليه؟ ولا تنقطع حاجة الناس إليه في زمن من الأزمان، فإن عرض ذاك التاريخ يبين تاريخ الإنسان مع الإيمان، وأن هذا الإنسان كان أصله والتقاؤه مع الحق
وليست بدايته مع الباطل، وأن وحي السماء، وأن من أنزل هذا الوحي رب العالمين الرحيم الرحمن، ما تخلى عن عبيده، وعد فوفى، ومن أوفى بعهده من الله. فالذي قال فإما يأتينكم مني هدى، فإن قصص الأنبياء تبين لنا أن الله عز وجل أوفى الأوفياء، فإنه ما ترك أمة إلا وبعث فيها نذير، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وأيضا يبين للإنسان أن له انتماءين: انتماء الجسد، انتماء بحسب الولادة، وهذا أمر لا تفاضل فيه بين الناس، لأن المرد إلى أب واحد وأم واحدة، فكلنا ننتسب إلى هذا الأب الأول آدم، وإلى هذه الأم الأولى حواء، فما من إنسان إلا ويقول هي أمي وذاك أبي. وأما الانتماء الثاني هو الانتماء لأجل الغاية التي تضمنها قول الله عز وجل للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة، أن يكون هذا الإنسان يقوم بأمر الخلافة في هذه الأرض. وأيضا الذي نأخذه من تلك الأمانة التي تحملها الإنسان وقبلها بطوعه واختياره وإرادته، وهي أن يحقق غاية الوجود عبادة الله عز وجل، أن يحقق ذلك على وجه الاختيار للإكراه. لم تقبل السماوات والأرض، ولم تقبل المخلوقات أن تحقق تلك الغاية على وجه الاختيار، وعدم قبولها خوفا من جريرة عدم القيام بهذا الحق العظيم، وهو غضب الله وسخط الله، واختار الإنسان أن يحقق هذا الأمر باختياره وإرادته. فالله سبحانه وتعالى وهو يبين لنا في كتابه الكريم هذه الأمور العظيمة، فيذكرنا بتاريخ الإنسان معها، متى كان الإنسان قائما بأمر الخلافة التي الله عز وجل خلقه لأجلها، ومتى كان الإنسان محققا للأمانة قائما بها بحقها كما أراد الله جل جلاله، وأيضا متى كان الإنسان مفارقا تاركا معاندا لهذا الأمر العظيم. فكانت القصص في كتاب الله عز وجل تبين هذا الخط. وهناك أيضا في ذكر ثنايا هذا التاريخ العظيم الضارب في خط الزمن المبتدئ من آدم، الذي لا يعلم عدد سنواته إلا من خلق الزمن ومن يحصي عمل ابن آدم كله ويكتبه عليه رب العالمين السميع البصير الرقيب الشهيد جل جلاله، فهو الذي يعلم كم استغرق ذاك التاريخ من خط زمن هذه الدنيا. ففي ثنايا ذاك العرض يبين الله جل جلاله أمرا في غاية الأهمية، أن تلك الأمم افترقت من حيث سكناها على ظهر الأرض، وتنوعت أعراقها ولغاتها، وتنوع الأنبياء الذين بعثوا فيها، وتعددت إشكالاتهم وصور انحرافهم عن تحقيق الغاية والقيام بالأمانة التي وكلت إليهم. إلا أن الله سبحانه وتعالى بيّن في ثنايا هذا العرض كله
أن أهل الحق ينتمي بعضهم إلى بعض وأهل الباطل ينتمي بعضهم إلى بعض. هذا الانتماء القائم على هذا التصور العظيم والذي يتجلى أعظم ما يتجلى في بيان الرب سبحانه وتعالى من خلال القصص، أن الأنبياء يرث بعضهم بعضا، وأن الأنبياء على طريق واحد، وأن من آمن بالأنبياء ومن آمن بكل نبي فهو قد دخل في تلك السلسلة التي لها وصف واحد ومآل واحد ونتيجة واحدة، هي رضوان الله عز وجل والجنة، هي ولاية الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا، فالله يتولاهم. فمن آمن مع نوح هم أولياء الله، هم أهل الإيمان، هم المسلمون، ومن آمن مع هود هم أولياء الله، هم المسلمون، هم الناجون، هم الفائزون بالجنة، ومن آمن مع صالح هم المسلمون، هم أهل الحق، هم أهل الإسلام، ومن آمن مع إبراهيم عليه السلام هم أهل الإسلام، هم أهل الإيمان، هم أهل الحق، ومن آمن مع موسى، ومن آمن مع يونس، ومن آمن مع شعيب، ومن آمن مع سليمان، ومن آمن مع داود، إن هؤلاء يتولى بعضهم بعضا ويحب بعضهم بعضا وينتمي بعضهم إلى بعض ويستغفر اللاحق للسابق. هكذا جاءت آيات القرآن لتبين هذا الانتماء. فأتباع هود من أهل الإيمان هم في محل المحبة والتكريم والتقدير والاحترام وشمول الدعوة ممن آمن من قوم موسى وكذلك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الانتماء الذي تدل عليه آيات القرآن العظيم، ولذلك يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أولى الناس بموسى، وقال: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم، أما قال الله في القرآن: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا وهذا النبي والذين آمنوا معه. إذن هذه القضية العظيمة. ثم الله جل جلاله يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم قائلا: فبهداه مقتدي. بهدى من؟ بهدى إخوانه الذين سبقوه وخاضوا ميدان دعوة الناس والصبر على الناس، وكيف صبروا وثبتوا وما تراجعوا وقاموا بأمر الله. فالله عز وجل يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: فبهداهم اقتده. إذن هذه قضية عظيمة جدا. فلذلك إذا ذكر الأنبياء وإذا ذكر الصالحين في كتاب الله عز وجل، فلا بد أن نعلم أن الله عز وجل ذكر ذلك لكي نعتبر ولكي ننتفع ولكي نشعر بالانتماء والولاء لأهل الإيمان، وإن سبقونا وإن لم ترهم أعيننا، لكننا نجد لهم هذا الولاء والانتماء في قلوبنا. ثم عظة الأنبياء وعبر الأنبياء باقية ودروسهم باقية والانتفاع بها باق، لأن الله أمرنا أن نهتدي بهذا القرآن وما جاء فيه، فليست هي قصص عابرة وانتهت، بل هي عبرة باقية، والاتعاظ بها والانتفاع بها
أمر رباني وتوجيه قرآني، فلذلك نعرض هنا لهذه القصة التي بين أيدينا ونحن نتعامل معها بهذا التعامل. فامرأة عمران، هذه المرأة المؤمنة التقية العابدة الصالحة من بني إسرائيل من أولاد سليمان عليه السلام، وابنتها البتول سيدة نساء أهل الجنة في أربع عبر هذا التاريخ، فتسبقها من حيث تاريخ الزمن في الوجود آسيا امرأة فرعون المؤمنة بموسى عليه السلام، التي نور الله بصيرتها فكانت مشورتها سببا في أن يبقى موسى عليه السلام في قصر فرعون ويتربى في قصره وينشأ فيه. تلك المرأة المؤمنة التي عندما أعلنت إيمانها ثبتت وصبرت وكان مآلها أن قتلت، فإذا بها ترتقي لتكون واحدة من أربعة على عدد نساء أهل الأرض من حواء إلى يوم القيامة، واحدة من أربعة هن سيدات نساء الجنة. يخبر عن ذلك الصادق المصدوق رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فتكون آسية واحدة منهن. ثم الثانية على تاريخ خط الزمن والوجود هي البتول مريم ابنة عمران عليها السلام، أم عيسى النبي العظيم من أولي العزم من الرسل، المرأة العفيفة من أم عفيفة، والمرأة العابدة من أم عابدة، والأم الرؤوم الحنون على ولدها بنت أم كذلك. فهذه القصة المتعلقة بامرأة عمران أيضا ليبين هذا الكتاب العظيم أن هذا الإنسان الذي خلقه الله من نفس واحدة، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، فلذلك هذه النفس التي خلق منها الرجل والمرأة، فإننا وأن الأمر مناط بهما من حيث العمل، فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، ليبقى هذا الكتاب الذي جاءنا من عند الله ويبين أن هذا الإنسان كإنسان ذكرا أو أنثى أنه أمام العمل فهو مكلف، وأمام الجزاء فهو مجازى ذكرا كان أو أنثى، وأمام الترقي في درجات الجنان فالأمر مفتوح لهما على قدر ما يعملون من الصالحات، وكذلك النار على قدر ما يسيئون. والمرجع إني جاعل في الأرض خليفة، والأمانة التي عرضت على هذا الإنسان. فإذن هذه المعاني العظيمة الجليلة التي تجعلنا ننظر إلى هذا التاريخ من خلال هذه الموازين ونتعامل معه بهذه الصورة، وهكذا كلما امتد تاريخ هذا الإنسان على ظهر هذه الأرض فالموازين في ذلك ثابتة، فأهل الحق ينتمي بعضهم إلى بعض بانتماء الإيمان وبوصف الأخوة، مهما ضرب التاريخ في خط الزمن ومهما تنوعت بهم مساكنهم
ومهما تباعدت بهم الديار إلا أن الإيمان خيط ناظم لهذا الإنسان المؤمن. فالإنسان بهذا الخيط الناظم يقترب ممن هو بعيد عليه في النسب لأجل الإيمان، ويبتعد ممن هو قريب إليه في النسب، ويقترب ممن هو بعيد عليه في الدار، ويبعد ممن هو قريب منه في السكن والجوار. وهكذا يعلمنا كتاب الله عز وجل وهو يعرض قصص الأنبياء، إذ قالت امرأة عمران: ربي، هذا خط الالتقاء، الدعاء لله والاستغاثة بالله والطلب من الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، يقينا بأنه هو القادر، ويقينا بأنه هو صاحب الحق أن يدعى ويرجى ويطلب ويستغاث به ويطلب منه، يقينا بأنه لا يعجزه شيء. هذا خط عظيم في خط التلاقي بين الناس على ظهر هذه الأرض، الدعاء واللجأ إلى الله. فمن لجأ إلى الله ووحد السؤال والدعاء والطلب من الله سبحانه وتعالى، فاعلم أنك إن كنت كذلك فهو قريب منك وأنت قريب منه، وهو أخ لك وأنت أخ له، وهكذا. ولا بد أن يكون منك محل الحب والولاء، إذ قالت امرأة عمران: ربي، إني نذرت لك، إخلاص العمل وإرادة العمل وجه الله، أيضا بعد الدعاء أن يقصد بالعمل الذي يعمله الإنسان وجه ربه سبحانه وتعالى الصدق والإخلاص. نذرت لك ما في بطني محررا. فتلك المقومات أيضا لتعطينا الدلالة وتبين لنا شيئا من ذاك الأمر الذي عبر عنه العلماء بذاك المصطلح اللطيف. فإن الدين، نعلم أن الدين عند الله الإسلام، ولكن هؤلاء الأنبياء وهؤلاء الذين ورد ذكرهم في كتاب الله، فإن التأمل والتدبر أرشد العلماء أن هناك شيئا مشتركا بين هؤلاء الأنبياء أمروا به وامتثلوه وقاموا به وأداه أتباعهم، فسماه العلماء الدين المشترك. الدين المشترك عندما وجدوا أن كل نبي يدعو قومه قائلا: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فأدركوا أن عبادة الله وحده من الدين المشترك بين الأنبياء. وعندما وجدوا أن الله عز وجل يأمر الأنبياء ويصف الأنبياء ويذكر الأنبياء بالتقوى وبالصلاح، فعلموا أن ذلك من الدين المشترك، وهكذا. فإذا هذا الأمر الذي يتلاقى عليه الأنبياء وأتباع الأنبياء الذين ذكروا في القرآن أو ذكرت شيئا من أوصافهم، فإنما كان محل التلاقي. فلندرك أولا أنه بمكانة عظيمة عند الله وبأهمية عالية، حيث أن الله عز وجل شرعه لهؤلاء الأنبياء. ثم لنعلم ثانيا أنه محل الأثر العظيم على صلاح الإنسان واستقامة أمره في هذه الدنيا، لأن الله عز وجل أمر به جميع أتباع الأنبياء. ثم لنعلم ثالثا أنه محل علاج ومواجهة لخصوم هذا الإنسان، إبليس وجنده. وهذه معاني عظيمة مرتبطة بالدين المشترك بين الأنبياء.
فهنا سؤال الله ودعاء الله نجد أن هذا الأمر محل اتفاق في ذكر الأنبياء، فهم يلجؤون إلى الله ويدعون الله وينادونه ويطلبونه، وأنهم لا يطلبون غيره ولا يدعون غيره ولا يستغيثون بغيره. إذن هذا من الدين المشترك. ثم بعد القيام بالعمل الصالح وتوفر تلك الشروط، فنجد من شأن الأنبياء والرسل وأتباعهم بعد أن يقدموا العمل الصالح، فإنهم يتوسلون لربهم عز وجل أن يقبله منهم، وهذا نجده سبحان الله كثيرا في سير الأنبياء. ها هو خليل رب العالمين وابنه صادق الوعد إسماعيل يرفعان قواعد البيت، وألسنتهم تلهج إلى الله قائلين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وهكذا نجد شأن الأنبياء. فها هي امرأة عمران على خطى الأنبياء، على خطى الأنبياء. إذن هذه أمور تجعلنا ندرك قضية الانتماء عبر التاريخ لمن، والمقياس كيف يكون القياس في هذا الانتماء والولاء. فلذلك هذا خط التلاقي، خط الإيمان الواضح، خط عبادة الله وحده، خط أن تكون الحياة طاعة لله جل جلاله، والتسابق في فعل الخيرات وابتغاء ما عند الله، والإيمان بأن بعد هذه الحياة حياة وبعد الموت بعث ونشور وحساب وجزاء، وأن الإنسان لن ينفعه بعد رحمة الله إلا ما قدم من صالح العمل. فلذلك وهي تقدم فلذة كبدها وتقدم مولودها الذي ليس عندها غيره، فبدلا من أن تجعله قائما بخدمتها قريبا منها تتلذذ به وجودا حال قربه، وإذا بها تقدمه لربها عز وجل أن يكون مفرغا نفسه لعبادة الله، قائما على خدمة بيت الله محل العبادة. ثم بعد أن تقدم هذا الأمر تطلب من الله أن يتقبله. وهل يمتن على الله وهو صاحب المنة؟ هكذا يدرك أهل الإيمان إنعام الله عز وجل عليهم، وأن الفضل لله أولا وآخرا. فلذلك تقول فتقبل مني، تقبل مني هذا العمل الذي هو أنها تريد أن تقدم ما في بطنها من ذلك الحمل بعد ولادته ليكون محررا كما تبين لنا، محررا أي عتيقا من الدنيا، ليس له مقصد في جمع الدنيا وطلبها، محررا أنه مخلصا العبادة لله عز وجل وحده، محررا أنه خادما للبيعة ومكان العبادة التي كان يتعبد بها أهل الإسلام من بني إسرائيل، محررا بمعنى أنني لن أشغله عن أمر العبادة وخدمة بيت العبادة، وهو بر الولد بأمه، فتقول سوف أتنازل عن ذلك لربي ويكون مفرغا لعبادة الله وحده محررا. فبعد أن قدمت ذلك تطلب من ربها فتقول
فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. هذا اليقين وهذه الطمأنينة، والله أقول يكفي المؤمن عندما يعمل العمل الصالح أن نفسه مطمئنة أن الله علم وأن الله سمع وأن الله رأى، يكفيه ذلك، طمأنينة بأن عمله لن يضيع وأن جزاءه سيكون، يكفيه أن الله عز وجل علم. فها هي امرأة عمران أيضا تذكر ما يدل على ذلك، إنك أنت السميع، فأنت السميع، سمعت دعاءها وسمعت قولها وسمعت رجاءها وطلبها يا رب في أن تتقبل منها ذلك العمل، وأنت العليم بما في أعماق نفسها، إن قدمت ذاك العمل لك خالصة وابتغاء مرضاتك فأنت عليم به، إنك أنت السميع العليم، أنت السميع أي الذي يحيط سمعه بكل شيء وليس أحد سواه له هذا الوصف الكامل، وأنت العليم، العليم بكل شيء كائن وكان قبل ذلك وسيكون بعد الآن، والشيء الذي لا يكون فالله يعلمه لو كان كيف يكون، أنت العليم. فهذا المؤمن الذي امتلأ قلبه علما بربه علما صحيحا فلا يجد طمأنينة في نفسه على عمل يقدمه صالح إلا إيمانه ويقينه بأن الله سمع وعلم، ولذلك هو ينفق في ظلمة الليل ولا يراه أحد، ولذلك هو يقوم في ظلمة الليل ولا يراه أحد من الناس، ولذلك في خلوته هو يبكي خشية لله ولا يراه أحد، ولذلك هو يصوم ولا يعلم سريرته من الناس إلا لا يعلمه أحد، ومع ذلك يجد الطمأنينة في أن الله عز وجل قد علم ويكفيه ذلك، ويشعر بالرضا والراحة والطمأنينة، بل ويعمل العمل ومن بعده عمل ومن بعده عمل، بل ويتحاشى أن يسمع الثناء من أحد من البشر، يكفيه أن الله علم. وأصلا هل عمل لأحد من البشر؟ عمله لله، فلذلك لا يضيره ألا يسمع ثناء من الناس، ولا يضيره ألا يجد مكافأة من الناس، فإنه عمل هذا العمل لرب الناس جل جلاله، فلذلك كان هذا قولها بعد ذاك البذل: فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها، فلما وضعتها أي وضعت حملها وخرج من بطنها، وضعته وخرج إلى هذه الدنيا، فلما وضعتها هي قبل الوضع لا تعلم ما في بطنها ذكر أو أنثى، ولكن كانت تؤمل أن يكون ذكرا، فلما وضعتها، فهنا قد تبين الأمر وظهرت حقيقة ما في بطنها وأنه أنثى وليس ذكر،
فلذلك قال فلما وضعتها، أي فبعد أن وضعتها وتبين أنها أنثى، فلذلك قال هنا فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى. وهذا قول المعتذر لا قول المتراجع، قالت ربي إني وضعتها أنثى، أي ليس ذكرا كما كانت تريد وتأمل وكما كانت تخطط له من عمل يتفق مع ذكورية هذا المولود، وإنما صار المولود أنثى وكان أنثى. قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، والله أعلم بما وضعت. فقول الأول، القول الأول قالت ربي إني وضعتها أنثى، هذا من قول امرأة عمران. وأما والله أعلم بما وضعت فهو أن ذلك من قول الله عز وجل، والله أعلم بما وضعت. ومن المفسرين من قال أن هذا من قول امرأة عمران، وقالوا يؤيده بعض القراءات والله أعلم بما وضعت. وهنا قلنا أنه من قول الله جل جلاله، قول امرأة عمران أم مريم إني وضعتها أنثى قائلة لربها عز وجل، لا نتخيل ولا نتصور أن قولها ذلك إعلام لله، فهي تعلم وفي دعائها إنك أنت السميع العليم، فهي تعلم أنه يعلم ما في سريرتها، فهل نظن بمن تدعو الله بهذا الاسم العظيم العليم أنه يتخيل أنها أنها تعلم الله بأنها وضعت حملها أنثى؟ فهي إذن قولها إني وضعتها أنثى قول المعتذر أن المولود لم يأتي على ما كانت تريد، فيقول الله عز وجل والله أعلم بما وضعت. ولذلك من الكلام الجميل الذي ذكره بعض المفسرين قالوا أن هذا مسوق لبيان أن نعلم أنها أنثى، لكن أردنا بذلك إنجاز ما كانت تتمناه بأحسن وجه وأرضى طريق. أراد الله أن يحقق لامرأة عمران ما كانت تأمله وترجوه بأحسن وجه وأرضى طريق. فلو كانت تعلم أن الله عز وجل أراد من جعل ما في بطنها أنثى، أراد أن تكون أنثى لما يأتي بعد ذلك من هذه الأنثى أنها أم لذاك النبي العظيم عيسى عليه السلام، ولتظهر تلك الآية العظيمة لبني إسرائيل، لو علمت ذلك لم تتحسر عند رؤية مولودها وأنه أنثى، لم يحصل منها التحسر ولا الاعتذار. لو علمت تدبير الله جل جلاله وما أراده الله من أن ينجز لها هذا الأمر الذي طلبته وبذلته لله صادقة، فأراد الله أن ينجزه لها على أحسن وجه وأحسن حال. والله أعلم بما وضعت، أي الله هو الأعلم بما وضعت، وأن هذا الاختيار من الله عز وجل لهذا المولود أيضا فيه إكرام لامرأة عمران، وفيه أن الله أراد أن ينجز لها طلبها على أعلى وأحسن وجه. والله أعلم بما وضعت.
وليس الذكر كالأنثى. هل هذا من قول امرأة عمران أو هو من قول الله عز وجل؟ على قولين لعلماء التفسير، فمنهم من قال أن هذا من قول امرأة عمران وليس الذكر كالأنثى، وليس الذكر كالأنثى، أي فإن الذكر باعتبار أن المراد من المهمة التي أرادتها والتحرير الذي أرادته لمولودها أن يفرغ لخدمة المعبد وللعبادة في المعبد، وهذا أمر إذا نظرنا فإن الرجل يقوم به على صورة أكمل، إذ المرأة يمنعها عن هذا الأمر ما يعتريها من الحيض فيتوقف ذاك العمل، وأيضا ما يحتاجه خدمة المعبد من الظهور ومخالطة العباد في المعبد، وهذا يتفق مع الرجل وقد لا يكون مهيئا من كل وجه بالنسبة للمرأة، فلذلك هي تخبر عن هذه المفارقة، وليس الذكر كالأنثى في القيام بما أرادته لمولودها. ومن العلماء من قال أن هذا من قول الله وليس الذكر كالأنثى، قالوا لأنه لو كان من قول أم عمران أو أم مريم امرأة عمران لقالت وليست الأنثى كالذكر، لكن لما قال وليس الذكر كالأنثى قالوا فهذا يرجح أن هذا من قول الله وليس الذكر كالأنثى، أي في هذا المقام وإرادة الله عز وجل لتلك الآية العظيمة، وأنه كما خلق آدم من غير أب وأم فإنه يخلق عيسى عليه السلام من أم بدون أب، فإن هذا الأمر يكون الأظهر فيه والآية فيه أن يكون هذا الحمل أنثى لا ذكر، وليس الذكر كالأنثى، واضح إذا قلنا. فلذلك من قال أن هذا من قول الله عز وجل وليس الذكر كالأنثى، أي أنه ليس مما حكاه الله عن من قول امرأة عمران، وإنما هو من قوله سبحانه وتعالى وليس الذكر كالأنثى، فإذا إما أن يكون المقصود على هذا المكان، وإما أن يكون أيضا على أمر الوظائف التي بين الذكر والأنثى، فإنه كما قلنا في الخلقة من نفس واحدة، ثم أمام التكليف على قاعدة العمل، لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، ثم الوظائف بينهما قائمة على التكامل، على التكامل فيما بين الذكر والأنثى، وأعطى الله عز وجل لكل منهما ما يلائم خصائصه، ثم بعد ذلك في مظهره جعل لكل منهما ما يلائم ذلك ظهورا وخفاء لباسا وغير ذلك، فكل هذه أمور جاء تفصيلها، والعلاقة التكامل في إنجاز ذاك التكليف الرباني للذكر والأنثى، وليس الذكر كالأنثى، وإني سميتها مريم، وإني سميتها، أي امرأة عمران سمت هذا المولود بمريم، التسمية هنا ذكر العلماء مسائل كمرور، يعني ذكروا تسمية المولود وهل التسمية للأم أم للأب، فمن قال للأم فذكروا أن هنا سمت ولم يكن الأمر للأب، ومنهم من قال بل هو للأبي، ولكن سمت لأن عمران كان قد توفي قبل أن يولد له، وهذه مسألة يعني عرض لها علماء التفسير. أيضا وإني سميتها مريم
التسمية أنها في اليوم الأول أو في سابع اليوم السابع للمولود، والنص هنا يعني أني سميتها مريم فهي تخبر عن يوم ولادتها، وهذه مسألة أيضا عرض لها العلماء. ثم الاسم مريم، فذكر بعض علماء التفسير أن المقصود بمريم أي العابدة، وهي قد كانت عابدة، سواء كان هذا الاسم دل على هذا المعنى أو لا، لكنه إن كان بهذا المعنى فأيضا بمعنى أن الإنسان الأب والأم إنهم يبحثون لأولادهم عن الاسم الحسن، وأيضا الاسم الذي إذا تفكر فيه هذا المولود بعد كبره وأدرك معناه ووجه لإدراك سبب التسمية فقد يكون عونا لأن يلتزم بمقتضاه. لذلك كان أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، الذي فيه يعني معنى العبودية لله وللرحمن جل جلاله. فإذا إن قلنا مريم بمعنى العابدة فيكون هذا أيضا يتفق مع يعني أن امرأة عمران من صدقها وإرادتها الجازمة في أن يكون مولودها محررا لربه عز وجل فسمتها بهذا الاسم مريم الذي هو بمعنى العابدة، على قول من قال أن هذا هو المعنى، ومن يعني ما جعل له هذا المعنى، فالمراد أنها اختارت لبنتها اسما حسنا، وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وإني أعيذها، نعود إلى الدين المشترك. الدين المشترك في اللجأ إلى الله والاستعانة بالله ها هي تتكرر. من الدين المشترك معاداة عدو الإنسان الأول الشيطان، هذا من الدين المشترك. فإننا نجد في قصص الأنبياء دور الشيطان معهم ومع أممهم وصد الناس عن قبول دعوتهم وإعلامهم بعداوة إبليس، وهذا من الدين المشترك بين الأنبياء، إعلام الأمم والأتباع بعداوة إبليس وإعلامهم بتاريخ هذا العدو مع الأب الأول آدم عليه السلام. فها هي مريم، فهي امرأة عمران تلجأ إلى ربها، وإني أعيذها أي ألوذ بك مستعينة بك في أن تحفظ هذه المولودة وذريتها. وهنا سبحان الله ذريتها، فمن كيف يعني هل هنا إخبارها عن ذريتها عن علم بأنه سيكون لها ذرية، أو أنه دعاء وأمل في أن يمن الله على هذا المولود بأن يبقى ويطول عمره ثم يكون له ذرية؟ هل هو من هذا الباب أو من باب أنها علمت بذلك؟ فمن المفسرين من قال أنها علمت من زوجها عمران بأنه سيكون له ابن، فلما جاء المولود أنثى وأن زوجها قد مات وليس له منها ذكر، فعلمت أنه سيكون الذكر من بنتها هذه مريم، وهو تصديق بخبر الأنبياء. ومنهم من يقول على أن هذا دعاء ولجأ إلى الله وأمل في أن يطول عمر هذه البنت حتى يكون لها ذرية. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.